بها يبدو بأن موسكو تحاول في الوقت الراهن وفي ظل الظروف الراهنة للدفع بإعادة تشغيل السيل الشمالي إثنان. هذا ما يفهم من تصريحات سابقة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي أكد بأن مشروع السيل الشمالي إثنان جاهز لتوريد الغاز الروسي وتأمين إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية. وهذا ما كرره اليوم الكرملين بعد كشفه لمحتوى المحادثات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني الأسبق شرودر، عندما سأل شرودر الرئيس بوتين حول إمكانية أو الجانب التقني في إمكانية أن تنطلق روسيا في توريد الغاز نحو أوروبا عن طريق السيل الشمالي إثنان. وكان الرد الروسي بأن هذا المشروع من الجانب التقني جاهز، ويبدو بأن الكرة في ملعب الجانب الألماني وفي ملعب الدول الأوروبية التي وصفها سيرجي لافروف في وقت سابق بأنها اتخذت قرارا سياسيا وعن طريقه تم تجميد السيل الشمالي إثنان. الحديث اليوم على مشروع السيل الشمالي واحد بعد تخفيض روسيا لإمداداتها من الغاز الطبيعي نحو ألمانيا ودول الأوروبية عن طريق السيل الشمالي واحد عبر بحر البلطيق، بسبب ما تقوله روسيا بأنها كانت بسبب أعمال الصيانة وعدم توفر التوربينات اللازمة. وهنا يبدو الحديث واضح بين الجانبين الروسي والألماني وتبادل الاتهامات حول من يؤخر مسألة إعادة التوربينات المطلوبة لشركة غازبروم، هذه الشركة التي قالت في وقت سابق بأنها لم تستلم التقرير التقني حول التوربينات التي قامت شركة سيمانس بإصلاحها. الجانب الألماني يقول بأن الأجهزة والتوربينات جاهزة وبأنه ينتظر مجموعة من الأوراق والملفات من الطرف الروسي. الكرملين قال بأن خلال الحديث الذي دار بين شرودر وبوتين وضع بوتين المستشار الألماني الأسبق في صورة الأوراق المطلوبة لاستلام التوربينات اللازمة لشركة غازبروم لضخ الغاز الروسي. مرة أخرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال هذه المحادثات اتهم الجانب الغربي بأنه هو المتسبب في أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود، خاصة ما تعلق بالغاز، بسبب فرضهم لعقوبات كبيرة على قطاع الطاقة في روسيا. طالت هذه العقوبات شركات الغاز الروسية.